أصبح مواطن من حضرموت حديث الشارع بعد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو من برنامج عين على حضرموت، والذي يبث على قناة الغد المشرق، وهو يشكو من سوء الأحوال المعيشية. نتابع. رجعنا حتى في الاقتصاد، في الأكل. الآن مثلا عندك حبة الخبز، قبل كم أيام هناك كانت 50 ريال، اليوم للآن كلمك والله 100 ريال حبة خبز. طيب اللي معه 6 أطفال 7 أطفال كم يأكل؟ يعني 14 حبة يعني 1400 ريال خبز. طيب حبة بيض كانت ب70 ريال، الآن قدها ب130 و150 ريال بعض المحلات. وين وصلنا يعني؟ علبة فاصوليا كانت ب500 ريال، الآن قدها ب800 أو 900 ريال. يعني في حاجات خلاص. أما من ناحية الفواكه، هم الفواكه استغفر الله العظيم من الجمعة للجمعة، لو دخل الموز حتى لو دخلته في يوم ثاني يقول اليوم جمعة السقل. نشكو همنا وبثنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونطلب من الله ثم من القيادة نظر في المواطنين. صراحة رمضان أقسم بالله أصبح بذي المكان له فرحة وطعم صراحة ونكهة للجميع. أصبح الآن يحمل وزر وهم في كل قلب مواطن. أنا أتحدى والله نفرح قدام الأطفال، بس حتى أما العيد تعال يا بكاء ويا حزن، ابنك يبكي يبغى حاجة ولا شيء ما تقدر. إذا جبت له بدلة ما حكمك ولا إيش نسوي؟ نروح نسرق ما تستغفر الله؟ لا والله ما عاد الله. نحن مواطنينكم، منكم وفيكم، نحن لا نبحث عن الترف، لا أصبح ماشي معنا ترف. يعني تخيل بالله العظيم الآن حتى البترول ب 1350، معي تكسي ما أنا قادر أحركه. يعني أقصد انظروا إليه، ما أبغينا بترول ولا أبغى حتى بنجيب سياكل بيادل، سياكل بيدل، بس أهم شيء لقمة المواطن. إلى أن تنتهي الحرب يصبرون علينا ونحن بنصبر عليهم، لكن إنه مطلوب كله من المواطن، سواء كان زيادة أسعار، زيادة جمارك، زيادة وأزمات ودب غاز. نجلس لنا باليومين بالثلاث أيام، والله يومين ثلاث أيام. يا جماعة الخير اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا. اليوم موجودين، بكرة حساب عند رب العالمين.